أعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 من فبراير الماضي عقب قرار تحرير سعر الصرف بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام. وأضاف المركزي أنه قد سبق وتم القرار أو تطبيق القرار على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فيها. وقد أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي أن هذا القرار يأتي استكمالا للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي ومن شأنه تعزيز ثقة في الاقتصاد، كما أكد أن رفع هذه القيود يسهم أيضا في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أي قيود. عبر الهاتف معنا الأستاذ يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري. أهلا بك أستاذ يحيى، بداية تفاصيل أكثر عن هذا الخبر وما هي كافة القيود التي ألغاها البنك المركزي كما جاء في الخبر. أهلا بحضرتك. طبعا البنك المركزي ابتدى عدة إجراءات إصلاحية، ابتدأت بتحرير سعر الصرف وابتدت بإلغاء الإيداع والسحب بالنسبة للشركات لتمويل العمليات الاستيرادية قبل كده، وكان وعد مع بداية العام إن هو قبل منتصف العام سيلغي برضو القرار بتاع الخاص برفع التحويلات للخارج التي كانت موقوفة منذ 2011 بعد ثورة 2011. وبالفعل البنك المركزي تجاوب وألغى هذه القيود، ولم يعد متبقي غير بعض القيود القليلة المتعلقة ببعض السلع غير الأساسية، لكن كل القيود الأخرى أعتقد حتى الآن تقريبا أزيلت وأزيحت، وبالتالي فده يدي مزيد من الثقة في الاقتصاد المصري. الحمد لله البنوك كلها بتلبي كافة احتياجات العملاء الخاصة للاستيراد، في احتياطي جيد في البنك المركزي وعدى 30 مليار دولار. أعتقد هذا قرار إضافي للقرارات الجيدة التي أضيفت خلال الفترات الماضية. طيب بمناسبة الاحتياطي النقدي، هل هذا القرار سيضغط على هذا الاحتياطي النقدي، سيقلل من قيمته من ما هو موجود؟ أنا لا أتصور هذا لعدة أسباب. أول حاجة إن القرار الأولاني لما طلع في 2011 عدى عليه من حاجة دلوقتي حوالي 6 سنين، فلو كان في حد عايز يحول المبالغ فوق اللي كان يقدر يحولها بالنسبة الشهرية اللي كانت متاحة ليه على مدار 6 سنين دول كان زمانه حول كل المبالغ بتاعته. فبالتالي لا أعتقد إن فيها تصور. نمرة واحد. نمرة اثنين، الدولار بقى متوفر في السوق لحد كبير، كل العمليات الاستيرادية بتلبى، عمليات العلاج، عمليات التعليم، كل ده بتلبى، وبعد كده بالسعر العادل موجود في السعر في السوق بسعر مقبول. فبالتالي لا اعتقد ان حد هيلجا الى هذه او هيعمل ضغط على الاحتياطي النقدي خالص. نعم، ايضا ذكرت في معرض كلامك استاذ يحيى انه سيعيد الثقه الى الاقتصاد المصري، كيف؟ ما هو حضرتك احنا مجموعه القرارات اللي اتخذت قرار ورا قرار منذ التعويم الجنيه المصري في 3/2011، اعتقد كل القرارات اللي اتخذت من ساعتها كلها قرارات كانت ايجابيه، ودي ادت الى مزيد من الثقه. لو قرينا التقرير اللي صادر من دويتش بانك الاسبوع اللي فات عن الاقتصاد المصري وقبليه سيتي بانك وقبليه عديد من المؤسسات العالميه والمحليه، نلاقي كلها بتشيد بالاجراءات الاقتصاديه اللي اتخذت والتي تؤكد ان الاقتصاد المصري ماشي في الطريق الصحيح. حضرتك لو لاحظنا ان حجم الاستيراد قل بنسبه 25% خلال الفتره اللي فاتت، التصدير زاد 25%، التدفقات النقديه اللي جايه من المستثمرين العالميين، طرح البونز وتغطت اكثر من 3-4 مرات، كل دي حاجات باسعار فايده مقبوله، كل دي حاجات كلها تؤكد ان احنا في الطريق السليم ان شاء الله. نعم، وبالتالي بترى ان البنوك بيتوفر لديها السيوله الكافيه مما ذكرته. اكيد. نعم. اكيد طبعا. طيب ايضا سعر صرف الجنيه، هل هذا سيتاثر بشكل او باخر بهذا القرار؟ بالعكس، هو سعر الصرف الحمد لله مستقر بقاله ما يزيد عن شهرين بيدور حوالين 18 جنيها. واعتقد ان هو مستقر. الاستقرار برضو عامل مهم جدا بصرف النظر عن سعر عالي او يعني التقارير بتقول ان هو ان الجنيه المصري قائم باقل من قيمته بحوالي 25-26%، لكن عامه الاستقرار برضو بيبهام انه بيتيح لكل الناس تقدر تحدد استراتيجيتها وتقدر تشتري وتبيع بناء على سعر محدد ثابت قدامها.
نعم، أنا بشكرك أستاذ يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري.